طيب هي ما قالتش هي عايزانا في ايه بالظبط؟ لا بس نهلة عمرها ما طلبت مننا حاجة، فإنها تطلب تشوفنا كلنا مع بعض بالطريقة دي أكيد بقى في حاجة، ربنا يستر. لا وفي الفترة الأخيرة كل ما أقولها تنزل تقابلني ما ترضاش وتقولي أمجد يزعل. أنا تقريبا عارفة هي عايزانا في ايه. يا رب ما يطلع اللي في بالي. ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ أمجد بيخدني، وقبل ما حد فيكم يشكك في كلامي أنا متأكدة جالي صورة ليه هو وواحدة قاعدين في عربيته وماسكين ايد بعض كده اهو. مين دي اللي معاه في الصورة؟ معرفش، مش باين من الصورة غير ايديها. طب وتفتكري العلاقة واصلة بينهم لفين؟ ما هو أنا معرفش العلاقة بينهم واصلة لفين لأن مش باين منها غير ايديها. خلاص يبقى تواجهيه وما تسيبوش غير لما يعترف. لا طبعا تواجهه، ده ايه؟ انت عايزاه يطلع لها بمليون حجة، ده ممكن يقولها الصورة متفبركة. نهلة لازم تمسك دليل قوي الأول. طب هو شكلها مش باين في الصورة، الصورة دي من امتى؟ أي حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله، مش باين من الصورة غير إيديهم. تكون دي اللي كانت معاه في مكتب العقارات؟ أنا معرفش، معرفش، أنا معرفش أي حاجة يا جماعة، أنا جايلكوا عشان تقولوا لي أعمل إيه، مش عشان تنزلوا عليا بـ100 سؤال كأني التحقيق. أنا يا جماعة من إمبارح مش عارفة أنام ولا عارفة أتصرف ولا عارفة أعمل أي حاجة، قولوا لي حل. بصي هو اللي بعت لك الصورة عنده الإجابات لكل الأسئلة دي. أكونت فيك. حاولت اعرف اي حاجه ما عرفتش اي حاجه من الاكونت ده، دورت في كل حته. خلاص احنا نجيب حد يهاك الاكونت ده ومن الايميل هنعرف صاحبه. يا اختي لسه هنروح لهاكر ويهاك الاكونت ونلاقي صاحب الاكونت ونروح لصاحب الاكونت ونقول له شغلانه طويله. مول انا هنعمل ايه؟ بصوا يا جماعه وانا يعني رايي انه للاسف للاسف ما فيش غير هاله، ما هي الوحيدة اللي هتعرف تجيب لنا قرار الموضوع ده.